حلقه جديده من برنامجنا صالين حلقتنا النهارده مميزه حناخد فيها جزء من القداس الالهي من مقدمه صلاه الاسمه في قداس المؤمنين وحناخد جزء بقى نبتدي في تسابيح شهر كياك نبتدي بدري شويه علشان يبقى عندنا وقت ناخد حاجات كتيره لشهر كياك الجزء الأولاني هيبقى مقدمة القسمة في ألحان القداس الإلهي قبل ما ناخده أحب أقرأ مع حضراتكم جزء من الكتاب المقدس من سفر الرؤيا إصحاح أربعة بيقول بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلاً اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد وحول العرش اربعه عرشا ورايت على العروش اربعه شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم اكاليل من ذهب ومن العرش يخرج بروق ورعود واصوات وامام العرش سبعه مصابيح نار متقده هي سبعه ارواح الله وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور وفي وسط العرش وحول العرش اربعه حيوانات مملوءه عيونا من قدام ومن وراء الحيوان الاول شبه اسد والثاني شبه عجل والحيوان الثالث له وجه مثل وجه انسان والحيوان الرابع شبه نسر طائر والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها من داخل مملوءة عيونا ولا تدال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين يخر الأربعة والعشرون شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين ويطرحون اكاليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والقرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقة منظر سماوي جميل العرش والرؤية أن الكنيسة استعلن لها المسيح إلهنا عمان وإيل جالس على العرش فسجدت الكنيسة كلها أمام معطية إياه المجد والكرامة ده بالضبط المنظر اللي بنشوفه بقى في القداس بتعلن الكنيسة أن عم نقيل في وسطنا فالأب الكاهن بيصرخ يقول الجسد المقدس فالشعب كله بينحني وبيسجد وبيقول نسجد لجسدك المقدس يقول والدم الكريم نقول ولدمك الكريم وبعدين يقول اللذان للمسيح الضابط الكل الرب إلهنا فالشماس ينبهنا يقول أمين أمين صلوا الشعب يرد يقول كيري ليسون أو يا رب رحم تعالوا نحفظ مع بعضنا ألحان النهاردة الجزء الاولاني تين واشت أمبكسوما اث اواب الحرف الاولاني زي ما احنا شايفين بقى اتعلمنا حرف التي وبعدين الاي ان تبقى تين دي كلها انجلش وبعدين الاو دي انجلش الفيونكة اللي وراها الابسلون هنا هتبقى ضمه فتبقى تين او دي او مفتوحه شويه ودي الشين شبه الشين خالص وبعدين ت فتبقى تين او أشت يعني إحنا نسجد أو أشت حتى واخدة السجود تن أو أشت تن أو أوشت. نس نحن نسجد دي الإم وعليها الهمزة تبقى إم ودي البي وكل الباقي بعد كده بقى واخد إنجلش بيك يعني بتاعك أنت وصومة صومة يعني جسد بيك صومة يبقى جسدك آخر كلمة الإي e وعليها الهمزة وبعدين الثيتا اللي هي تي اتش وبعدين الأو وبعدين الفيونكه اللي هتبقى ضمه هنا وبعدين اب تبقى اث وواب تعالوا نقراها بالراحه تين او اشت نحن نسجد ام بيك صومه لجسدك اث اواب القدوس او المقدس باللحن سهله خالص بقى تنؤوشت ام پک سو ما او او جميلة تاني تنؤوشت اشت ام پک سو ما او 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 كمان مره

اللي بعدها ناخدها وبعدين نرجعهم تاني نيم يعني و دي قلنا P و اي كي تبقى بيك وبعدين دي السي وعليها الهمزه تبقى اس ان او ودي اف تبقى بيك اس نوف قلنا بيك سوما يبقى جسدك بيك اس يبقى دمك نيم بيك اس نوف اي تي تي اي اي كسره اوت تبقى إت دمك الكريم نم بك اسنف ات ودمك الكريم نم بك اسنف ات طيوت تاني نم بك اسنف ات طايوت نمبك <applause> نم بكيس نوف ايه الطيوت رابع نم بك نوف ايه الطيوت نراجع الاثنين تن <applause> او اوشت ام بيكسو

نِبَكَ إصنف الطيوت وبعدين لما الأب الكهن بيقول هذا الجسد المقدس والدم الكريم اللذان للمسيح شوف في القداس بنتقابل حقيقيا مع العنصرة في حلول الروح القدس ونتقابل مع الصليب بنسجد امام جسد المسيح المصلوب ودمه المسكوب ونتقابل مع القيامة بنعيش كل أحداث ربنا يسوع المسيح في تجسده حقيقة في القداس الإلهي فلما الكهن يقول كدة بنرد نقول كيريليسون كيريليسون تخيل بقى الكنيسة كلها كده حولنا العرش وشايفه المسيح المذبوح من اجلنا وبنكرم آلامه، وبنكرم دمه المسفوخ، بنقول له نسجد لجسدك ودمك، شوف الكنيسه بتعبر عنها ازاي، تعالوا نقولها لاخر مره: تن <applause> ام

وتعدنا الكنيسة بقى بهذا اللحن الخاشع إلى التقسيم بقى جسد المسيح لو المجد رمز لجراحاته ورمز لألامه صلوات التقسيم أو الإسمة بما فيها بقى من لحن خشوع جميل الكنيسة بتستشعر فيه ألام ربنا يسوع المسيح من أجلنا نكتفي بهذا في فقرة القداس الإلهي نطلع على فاصل ونرجع بقى مع تسابيح كيات رجعنا مرة تانية مع تسابيح كياك خلاص روايح شهر كياك الجميلة قربت والسهرات الجميلة بقى الليالي السماوية عشان كده قلنا نبتدي بدري شوية كده نجهز نفسنا كده نسخن لـ شهر كياك. إحنا من ساعة ما ابتدينا البرنامج كنا بناخد التسبيحة السنوية اللي بتتقال طول السنة لكن الحقيقة في شهر كياك بيبقى فيه إضافات كتيرة للتسبيحة السنوية بنسميها التسبيحة الكيهكيه يعني الخاصه بشهر كياك. من ضمنها في ابصاليه للهوس الثاني، كلمه ابصاليه قلنا يعني ترتيمه او ترتيله ابصالي وللهوس الثاني اللي احنا كنا اخذناه مع بعضينا، لكن في بقى نغمات جديده مختلفه في شهر كياك بتبقى حلوه قوي 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 يعني. أه الكلمه اللي احنا شايفينها دي اول حرف الاي الثاني بي الثالث اي تبقى اا با، آ با آ با ه كسره تي تبقى هيت هيت يعني قلب باهيت يبقى قلبي ا آه باهيت 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 قلبي نيم نيم مفيش مختلف فيه عن الانجليش غير الحرف ده با لاس لاس يعني لسان اه باهيت قلبي نيم بالاس <سؤال> لساني الكلمه دي سهله خالص هوس هوس يعني يسبحه او تسبحه اي تي ات رياس ترياس تريو او ترياس يعني ثلاثه هوس ترياس قلبي ولساني بيسبحه الثالوث القدوس جميله المرد بقى بتاعها هيبقى يوناني الحرف ده بس هو المختلف ده جيم تبقى دي آجية يعني قدوس آجية ودي هي نفس الكلمة اللي لسه واخدينها اترياس اترياس ثالوث أيها الثالوث القدوس آجية ترياس والكلمة دي خدناها كتير خالص خالص إليسون إماس ارحمنا نقولها بقى باللحن اللحن بتاع المديحة دي أو الترنيمة دي اسمه لحن اضام احنا عندنا كذا نغمة في كياك في نغمة اسمها أدم ونغمة اسمها واطس أدام جاية من كلمة آدم عشان سأتوقيت يوم الاثنين بتبتدي بكلمة آدم فدي النغمة يعني اسم النغمة كده أدام فدي أدام إزاي؟ زي أي لحن أو ترنيمة إيه نلاقيها في شهر كياك مكتوب عليها أدام يبقى بتتقال كده زي ترنيمة مشهورة قوي اللي هي إيه؟ أجيوس أوثيوس أجيوس أوثاقوس أجيوس إتشيروس أجيوس آثانان توس أمين ألين لوياه زي مثلا مديحة أنب انطونيوس أدام في كنيسة الأبقار في مجمع الأطهار قائم بكل وقار بنيوت أبا أنطونيوس وهكذا زي ماكسيموس ودوماديوس أبدي باسم الإله وهكذا أبا هيت بلاص بلاس حتتقال بنفس الطريقة تعالوا نقولها كده اهو أسمعها لكم بالعربي وبعدين ناخدها بالإبدي قلبي ولساني يسبحان الثالوث أيها الثالوث لوث القدوس ارحمنا نقولها قبطي أباهيت نيمباراس هوس إيتي إترياس أجيا ايماس. جميل شهرك يك نقول تاني: أطاهي اتنمبا هوس إي تي إتري ياس، أجيا اترياس، إليسون. ايماس وقال الاول القلب يظهر القلب لما بيسبح الاول بيطلع على اللسان نقولها مع بعضنا اباهيت نيم باناس هوس اتي اترياس اجيا اترياس إليسون إيه إيماس ناخد الربع التاني وبعدين نراجع كله تاني سهلة خالص بي أو إن تبقى بون bon أو هنا البي هتتقري في تبقى فون دي كلها إنجلش نيفين فين فون ني فين سي هوس ناك كلها إنجلش تاني فون ني فين سيهوس ناك كل واحد يسبحك فون نيفين سي ناك او سي اير الحرف المختلف هتلاقيه مكتوب فوق بيتنطق ازاي اير فوك ناك ويتعبد ليك وبعدين نروح قايلين برضو القرار اجيت رياس اليسونيماس تعالوا نقولهم الاتنين باللحن كذا مره لغايه ما نثبته Aba hitnim pālās Hos eti etreyes tre, yes, ja, ele son, imes. Vunni vensehosnak, o servok nak, agi yes, elteri, ja, إيماس كمان مر ونمشي مع بعضنا حرف حرف ونقولها باللي احنا هي سهلة خالص قلبي ولساني يسبحان الثالوث أبا هيت نيم هوس ايتي ايتري ياس Agi yaturi yas <Sings> Eli son imes Vunnivin se hosnak o ser wok nak تري ياس إليسون إيماس قولها تاني أباهيت نيم بالاس هوس إتي إتري ياس أجيت Riiiiiis e Eliiissouun Iiimääääs Vonni vensehousnak o seirvuk nak بالعربي {قلبي ولساني يسبحان الثالوث أيها الثالوث القدوس ارحمنا كل أحد يسبحك ويتعبد لك أيها الثالوث القدوس إرحمنا <applause> تعالوا نراجع اللي خدناه النهارده خدنا مقدمة القسمة في القداس الإلهي اللي هي نسجد لجسدك المقدس ولدمك الكريم يا رب ارحم نقولها مع بعضينا لاخر مره تن تنبك او شتمبيك اث او 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 ا أه نيمبيكس نيريلي ايسون وخدنا ابصاليه الهوس الثاني لشهر كياك ابا هيت هوس اتي اترياس

ياس eleison إيماس بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهاردة. الإيميل هيبان على الشاشة بنرحب باستفساراتكو أسئلتكو واقتراحاتكم الحلقة دي موجودة على الويب سايت اللي يحب يعيدها أو يقتنيها من القناة ممكن يكلم القناة والحلقات السابقة لو ربنا حيانا ودنا عمر للمرة الجاية نكمل الحان كياك وناخد حاجات تاني ونكمل مع بعضينا الحان القداس الالهي نشوفكوا بالخير كل سنه وانتوا طيبين وجاي خنب شويس